في افتتاحية الراصد. التحالفات الأكاديمية بين الجامعات ومراكز البحث جزء من عملية تدويل التعليم العالي عن تبادل الاتصال والتأثير مع علماء وخبراء عالميين، وحققت الجامعات السعودية تحالفات مع أبرز الجامعات العالمية. وفي فهرس هذا العدد: الاستثمار في التعليم يعزز القدرة التنافسية للولايات المتحدة، التعليم العالي في منطقة البحر المتوسط وما وراءه، تقرير التنمية العالمي لعام 2012، جدول أعمال لتحديث أنظمة التعليم العالي في أوروبا، دور التعليم العالي في الدول والمجتمعات العربية، تحديث التعليم العالي في أوروبا، اتجاهات في التعليم العالي، المجلد الأول، الالتحاق، إصلاح التعليم العالي في العالم العربي، تنظيم الاستدامة المالية في التعليم العالي. ونطالع في التقرير الأول: أهمية الاستثمار في التعليم في تحقيق التنمية المستدامة اقتصاديا واجتماعيا. الانفاق على التعليم من أعقد المشكلات أمام المؤسسات التعليمية الأمريكية. يسهم الاستثمار في التعليم في مواجهة ثغرات الاختلافات الاجتماعية. وفي التقرير التالي: تقوم أي بيئة حاسوبية متماسكة على مجموعة متكاملة من قواعد البيانات، يشمل نظام المعلومات تفاعل الناس مع هذه البيانات وتحديثها وصيانتها. توفر الحوسبة السحابية وسيلة لتطوير التطبيقات في بيئة حوسبة افتراضية. وفي آخر تقاريرنا: تكمن أهمية التعليم العالي فيما يوفره من معرفة جديدة وتشجيعا للإبداع والابتكار. يشهد واقع التعليم العالي العربي تغييرا كبيرا لاحتواء الأعداد الهائلة المقبلة عليه. تشمل تحديات التعليم العالي الجودة والإدارة ونتائج التعليم من أجل التنمية. في افتتاحية الراصد. التحالفات الأكاديمية بين الجامعات ومراكز البحث جزء من عملية تدويل التعليم العالي عن تبادل الاتصال والتأثير مع علماء وخبراء عالميين، وحققت الجامعات السعودية تحالفات مع أبرز الجامعات العالمية. وفي فهرس هذا العدد: الاستثمار في التعليم يعزز القدرة التنافسية للولايات المتحدة، التعليم العالي في منطقة البحر المتوسط وما وراءه، تقرير التنمية العالمي لعام 2012، جدول أعمال لتحديث أنظمة التعليم العالي في أوروبا، دور التعليم العالي في الدول والمجتمعات العربية، تحديث التعليم العالي في أوروبا، اتجاهات في التعليم العالي، المجلد الأول، الالتحاق، إصلاح التعليم العالي في العالم العربي، تنظيم الاستدامة المالية في التعليم العالي. ونطالع في التقرير الأول: أهمية الاستثمار في التعليم في تحقيق التنمية المستدامة اقتصاديا واجتماعيا. الانفاق على التعليم من أعقد المشكلات أمام المؤسسات التعليمية الأمريكية. يسهم الاستثمار في التعليم في مواجهة ثغرات الاختلافات الاجتماعية. وفي التقرير التالي: تقوم أي بيئة حاسوبية متماسكة على مجموعة متكاملة من قواعد البيانات، يشمل نظام المعلومات تفاعل الناس مع هذه البيانات وتحديثها وصيانتها.
توفر الحوسبة السحابية وسيلة لتطوير التطبيقات في بيئة حوسبة افتراضية. وفي آخر تقاريرنا، تكمن أهمية التعليم العالي فيما يوفره من معرفة جديدة وتشجيعا للإبداع والابتكار. يشهد واقع التعليم العالي العربي تغييرا كبيرا لاحتواء الأعداد الهائلة المقبلة عليه. تشمل تحديات التعليم العالي الجودة والإدارة ونتائج التعليم من أجل التنمية. الغياب ورقة توت أم عصا عقاب؟ حلقة جديدة مشاهدين الكرام من برنامج استوديو عالي، نستهلها بالقول. بعض الطلاب لدينا الأعذار الصحية تتواجد لديه أكثر بكثير من الأوراق التعليمية، ما الحكمة هنا؟ الجامعة والأستاذ والطالب وموضوع الغياب. طالب يضع جدولا لمواقيت المحاضرات، وطالب يضع جدولا للمذاكرة، وطلاب يضعون جدولا للغياب عن محاضرة أو أخرى. أستاذ محبوب لدى البعض لأنه لا يهتم بكشف الحضور، وأستاذ مبغوض من قبل البعض لأنه يطالع في دفتر الحضور، وجامعات أخرى لم تحسم إلى الآن مسألة الغياب والحضور. يا ترى من المسؤول؟ إلا أن هناك ثمة جامعات غربية وعربية متقدمة وعريقة حسمت هذا الموضوع ورمت الكرة في ملعب الطالب، فهو المسؤول عن غيابه من عدمه، الأمر الذي ألقى على الطالب مسؤولية كبيرة اتجاه تعليمه أولا ولذاته ثانيا. ومخرجات هذه الجامعات أفضل بكثير من مخرجات جامعاتنا، إذن ما الحل؟ هل وضع هذا الموضوع على طاولات النقاش في الجامعات التي هي أكثر من طاولات الأفراح لدينا؟ لماذا يلجأ الطلاب إلى مستشفيات تجارية بغية عذر عن غياب؟ هذه النقاط سنسلط الضوء عليها في حلقتنا لليلة من استوديو عالي، لكن بعد هذا التقرير. مدن صنعت التاريخ واستحقت أن تكون منارة بعلومها ليقصدها طالبو العلم أينما وجدوا. نصحبكم في كل حلقة لتزوروا مدينة جديدة وتتعرفوا على تاريخها وأبرز معالمها. نلتقي بطلاب السعوديين المتواجدين فيها ليحكوا لنا عن حياتهم وتجاربهم الدراسية. من كل مدينة على قناة عالي. حقائق جريئة تلامس حياتك عندما تصبح لغة الأرقام تحاكي واقعك. حقائق أنت بطلها بعادات وسلوكيات لو استمرت قد تؤدي إلى كارثة. برنامج حقائق على قناة عالي.
مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الأعزاء في هذه الحلقة الجديدة من استوديو عالي. موضوعنا اليوم هو تشديد الجامعات في غياب الطلبة. أشرف حقيقة بضيفي الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن سعود العمر، عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود والمستشار في وزارة التعليم العالي. مرحبا بكم دكتور. حياكم الله دكتور. الموضوع ذو أهمية وذو شجون بالنسبة للطلاب. دعنا بداية نعرف كيف يتم تنظيم عملية الحضور والغياب وتقويم أداء الطلبة من حيث الحضور والغياب في الجامعات. بداية أود أن أشكرك سيد أنس وأشكر زملائك في القناة على دعوتي لتحدث معكم هذا المساء. مرحبا بك. الله يبارك فيك. بداية أود أن أذكر أنه الغياب بشكل عام هو مؤشر ثقافي. وفي الآونة الأخيرة بدأنا نلحظ ظاهرة الغياب، وهذا مؤشر على هبوط ثقافي الحقيقة يجب أن نجد حل له. الغياب تستطيع أن تقول بشكل مطلق وبشكل أعمى أنه الغياب مؤشر على جدية الطالب. الطالب الجاد الحريص غالبا يحضر ويحقق أفضل الدرجات، والطالب الذي يتغيب عن محاضراته في الغالب، وهذا أمر مؤكد بحثيا، لا يحقق درجات ويتدنى معدله وفي الأخير تنفيه الجامعة. نعم. أعود لسؤالك تكرر مرة أخرى. كيف يتم أو ما هو نظام الحضور والغياب في الجامعات؟ كيف يتم السيطرة عليه؟ نظام الحضور والغياب حسمته لائحة صدرت عن وزارة التعليم العالي. نعم. لائحة ضخمة جدا، ومن ضمن هذه اللائحة لائحة خاصة بشؤون الطلاب، تسجيل والحضور والغياب، وهذه حددت بالضبط الحقيقة قضية الغياب والحضور. لأن تعرف الغياب والحضور، غياب الطالب يترتب عليه تقدير. نعم. الطالب عندما يغيب هو في الواقع ويحرم نتيجة غيابه، هو في الواقع يحصل على تقدير، وبالتالي الغياب هو جزء من نظام التقييم الطالب. نعم. وبالتالي هو يحتسب الحقيقة. ونعم هو الحقيقة الغياب يعني يعمل صداع للكليات وللأعضاء التدريس، ويدخل المعلمين في أساتذة في متاهات والكلية في متاهات. لكن في الوقت الحاضر موضوع الغياب والحضور حسمته لوائح ومحددة، والجامعات تتعامل مع الطلاب بموجب هذه اللوائح في حسم الغياب والحضور. إذن اللوائح صادرة من وزارة التعليم العالي؟ بالواقع أنها صادرة من مجلس التعليم العالي في أجاز هذه اللوائح. نعم. وترك للجامعات، كل جامعة تطور لائحة التنفيذية. فالأمر مجاز من لائحة التعليم المجلس التعليم العالي. طيب أنا دعني أسألك دكتور الآن، من يسيطر على عملية الحضور والغياب في المحاضرة؟ يعني هل المحاضر نفسه هو المسؤول عادة مثلا؟ قضية الغياب هي في النهاية هي عمل الأستاذ الجامعي. نعم. الأستاذ الجامعي هو اللي يحصل بالضبط، هو من عنده تبدأ تنطلق شرارة الغياب والحضور. بالضبط. قد يوكل مثلا طالب ويتبع طبعا اللوائح التي ذكرت. كل شيء وارد في النقطة دي، لكن هو من عنده الأستاذ هو خير من يقرر، هو لصيق للطالب. نعم. وهو اللي يتابع الطالب. وهو أقرب للطالب، بالتالي ما يخرج من هذا الأستاذ الجامعي فيما يتعلق بغياب أو حرمان هذا الطالب هو في النهاية معتمد لدى جهات الكلية. فالأستاذ الجامعي الحقيقة لا شك أن هذا الأمر الغياب والحضور يعني شباب مشاكل يعني وصداع كثير. أنا في ظني لو يعني قد أخذ مسار آخر الحديث الآن، أنه لو الميل الأمر شيء لما الحقيقة يعني ما أرى وجوب ضرورة احتساب الغياب في المحاضرات. لكن حاليا نحتسبه، لأن ما تجد ضرورة إذا ما صحيح. ما تجد، أنا أجد ضرورة الحقيقة أنه هناك يخاض غياب. إذا أردت أن يعني تخيل أن المقاعة فيها 100 طالب ويبدأ الأستاذ يحضر، يعني هذه يعني ربما تنتهي نص المحاضرة وما أنهى الحضور. لا بس هناك دكتور ربما في طرق متقدمة الآن باتت. إيه ما لم تتدخل التقنية وتعطينا حل لهالمشكلة. بالضبط. لكن ما هي نسبة الغياب ربما المسموح بها من غير عذر رسمي؟ هل هي نسبة معينة مثلا من عدد المحاضرات؟ يعني أقول لك إن هناك الحقيقة سوء فهم عن طلابنا للأسف. نعم. عندما تقول للطلاب إنه نسبة الغياب المسموح بها هي 25%، يعني إذا غبت أكثر من 25% ستحرم. للأسف طلابنا يتخيلون أنه من حقك أن تغيب 25%. تخيل، يعني هو لا يفهمها أنه ترى يعني يجب أن أنضبط وكن جاد في حضوري محاضراتي، يفهمها أنه النظام أعطاني أن أغيب 25%. تخيل كيف هبط الفهم، يعني
اني انا من حقي اني اغيب ربع المحاضره. اذا ايش المقصود ب 25%؟ انه الطالب هو طبعا ان النظام في الحاله الذي تعرف هي قضيه عداله مع الطلاب، الطالب اذا تجاوز غيابه 25% يعني اذا كان هناك 16 لقاء اسبوعي وغاب اربع محاضرات اللي تشكل 25% فسيحرم من المقرر، واذا حرم المقرر معناه انه يحصل على تقدير راسب. نعم، وبالتالي يحتاج الى ان يعيد المقرر مره اخرى. نعم. لكن للاسف وهذا مشكله عند طلابنا، يعني تخيل بعض الطلاب لانه له نسبه 25% يغيبها ولا يحاسب ففعلا يغيب. جيد. يغيب بدايه الفصل 25% وبعدين يحضر، لان هذا حق. وهذا الحقيقه لا يستحق ان يكون اصلا طالب جامعي. إذا كان هذا يفكر بهالصورة. نعم، أنه يغيب 25 يوم وأنه المسموح له 25. مثل الموظفين اللي يقول إذا غاب 15 يوم متواصلة يفصل، إذا يغيب 14 يداوم يوم 15 عشان ما يفصل. والله هذا اللي حاصل. ثم يعيد ثم يعيد 14 مرة ثانية. نعم. لكن دكتور دعني أسألك أنا، هذه النسبة مثلا ما الحكمة في تحديدها مثلا 25%؟ والحقيقة هو عرف عالمي الآن. نعم. يعني تختلف الجامعات، لكن نتحدث بين 20 إلى 25. أولا في الغرب ليس هناك حضور غياب، لأن الطالب هناك يدفع قيمة المحاضرة. نعم. هنا الطالب عندنا لا يدفع قيمة المحاضرة، هم يدفعون له إذا حضر شايف المحاضرة. يعني عفوا، الحكمة في تحضير حضور أم غياب فقط هي مثلا مسألة مادية؟ يعني لا، في أنا يعني أقول لك إذا كان هو يدفع فهو بحقه أن يغيب. والله إحنا نتصور كذا، إذا الطالب يحضر واختاروه لهالمكان التنافس يعني ليس الهدف دكتور الآن هي مصلحة الطالب وأنه بحضوره ربما يتأثر. هذا جزء طبعا، هذا لا يغيب عن بالهم، لكن لا يغيب عن بالهم طبعا حضور. أنا قلت قبل قليل أن الحضور مؤشر جدية. والمعلم والأستاذ الجامعي الحقيقة قبل أن يخرج الحضور والغياب هو يعرف هذا الطالب عن قرب ويعرف ظروفه ويعرف يتعامل معه منطلقة منه، يعرف بدأ جديته ويتعامل في الحرمان والغياب منطلقة من فهم الطالب لقربه له. فالطالب اللي يحرم في النهاية هو المدرس اللي يحرم. تفضل. أنا ينضم إلي الآن الأخ فهد بن صالح الزهراني وهو طالب جامعي في جامعة الملك سعود. مرحبا بك أخ فهد. حياك الله أخي الكريم، وحييك وحي ضيفك الكريم والسادة المشاهدين. الله يعافيك، مرحبا بك. دعني أسألك أستاذ فهد، وأنت أحد الطلبة في جامعة الملك سعود، كيف تجد نظام الحضور والغياب عندكم في الجامعة؟ هل تجد أنه عادل؟ اسمح لي أن أعدل السؤال، أن نذهب إلى جذور المشكلة. السؤال الذي يجب أن يطرح، لماذا يغيب الطالب الجامعي؟ نعم. يعني ما هو الدافع اللي يخليني أنا المحاضرة الساعة 8 ما أحضر الجامعة وأنا طالب متفرغ من مفترض أني أنا أكون شغلي الشاغل هو الدراسة، الدوام في الجامعة والدراسة المذاكرة في خارج القسم. جيد، عطنا الدافع يا فهد، ما هو الدافع الذي يجبرك على الغياب عن محاضراتك في الجامعة؟ أولاً ليس هناك إحساس بالمسؤولية لدى الطلاب، وهذه مسؤولية سلوكية تطويرية في نفس الوقت. الطالب الجامعي لا يشعر بقيمة المحاضرة اللي كانت الدكتور يذكرها أنها هي الدافع وراء عدم وجود حضور وغياب في الغرب، لأن الطالب يشعر بقيمة المحاضرة. إذا الجانب المسؤولية تجاه الجامعة أنا أشوف أنه مفقود عند كثير من الطلاب حتى اللي يحضرون. المسؤولية اللي هي تدفعني أني أنا أحضر، يعني أحضر يعني أكون موجودة متواجد في المحاضرة، لأنه في ناس كثير يحضر لمجرد أنه يتجاوز 75% على أساس ما يحرم ويكون موجود زي الكرسي اللي جالس عليه، يعني لا يعيره اهتماما لما يقوله الدكتور. هذا جانب أول اللي هو يتلخص في مسؤولية وثقافة الطالب الجامعي لدينا في الجامعات لأهمية المحاضرة والقيمة التي ستضيفها له المحاضرة. من المسؤول عن تعريف الطالب بأهمية المحاضرة يا فهد؟ خلني أكمل الدوافع وبعدين نجي نناقش من المسؤول. أسلم يا فهد. المسؤولية مشتركة ومتعددة الجوانب. الدافع الثاني هو عدم وجود تشويق في المحاضرات، يعني الحضور وخاصة عندما تكون الكليات العلمية يجلس الدكتور طوال الترم، ممكن ما يكون المحاضرات كلها نظرية بحتة وكأننا في يعني تكون محاضرة انفورماتيف، يعني
محاضرة معلوماتية أكثر من كونها تعليمية. هذا الدافع الثاني، عدم وجود التشويق في الجامعات. هذه أنا من وجهة نظري هذين الدافعين الرئيسيين هي اللي تتلخص فيها كثير من مشاكل الغياب. طيب جيد، أنا دعني أناقش مع الدكتور فهد، أنت ستبقى معنا. دكتور، الآن برأيك ما هي الدوافع التي تجبر الطلبة على الغياب؟ ربما ذكر فهد أن من الدوافع غياب المسؤولية، وهو يتهم الآن الجهات التعليمية والبيئة التعليمية هي التي لم تزرع في نفوس الطلبة المسؤولية وأهمية الحضور، وكذلك ما ذكر يعني مؤخرا أن ربما العملية التعليمية أصبحت فقط مجرد تلقين. هذا جزء كبير. إن الحقيقة أنه الطلاب يغيبون عن المحاضرة، وهذا رأي الشخص، لأنهم لا يجد في المحاضرة أي جاذبية، ولا يجد في الأستاذ ما يقدم يفيد. لو أن الطالب يجد المحاضرة ما يجذبه إلى المحاضرة، ولو يجد شيء مشوق شيء لفائدة حضر، لكنه يحضر وهو الحق مرغم عشان لا يحتسب عليه الغياب فقط. فجزء من المشكلة، وهي ليست كل المشكلة، جزء من المشكلة أن الطالب لا يجد في المحاضرة ما يدفع له أن يحضر المحاضرة، لا غير محاضرة طاردة وليست جانب. لا شخصية الأستاذ، بعض الأستاذ ولا أعمم، ولا ما يطرح في المحاضرة، ليس جاذبا للطلاب نيته المحاضرة. يعني هي المشكلة الآن في نظام التعليم، وأن نظام تعليمنا تلقيني، ما يسمى أحسنت بالسبون فيدينج، يعني بالضبط تلقيني وضخ معلومات في أدمغة الطلاب واختبارات تقيس مدى حفظ الطلاب لكن ما يستطيع الطالب بنفسه أن يدرك الآن أن العملية التعليمية مهمة، وأنه سيحقق بذلك دور وظيفي مستقبلا، وللأسرة دور كبير في ذلك. هذا يا أستاذي تنشئة ثقافة. إحنا تعودنا الحقيقة على التراخي وعدم الجدية، زي نتخرج ونحصل على الدرجات بأقصر الطرق، نبحث عن أقصر الطرق لنصل أفضل الدرجات. وزي ما تشوف في الثانوي العام يتخرجون بالتسعينات، ولما يخشون الجامعة يعني نذهل من الضعف اللي عندهم. فالإشكالية هي ضعف ثقافي في عدم الجدية. الحضور هو المؤشر الجدية كما قلت لك، مؤشر ثقافي الحقيقة. الطالب عندما يحضر من بداية المحاضرة إذا نهت ولا يفقد أي محاضرة، تستطيع أن تقول هذا طالب جاد له رغبة أن يطور نفسه وله رغبة أن يتعلم. فهذه الحقيقة ليست عند طلابنا، ما هي بس كما الآن ربما يشيع لدى الكثير من الطلبة، أنه فقط هي شهادة جامعية ويحملها وسلاح دون السعي إلى تطوير. بالضبط. أنا كنت أسأل طلابي سؤال، قلت لو أنني الآن قلت لكم توكروا لا تجون، تعالوا في نهاية الفصل واختبروا كل واحد بيأخذ درجة، ولا تبون تتعلمون معي لنهاية الفصل، واللي تجيب درجة اللي تحصل عليها وش بتختارون؟ تصور الغالبية قالوا نروح الآن وتعطينا في نهاية الفصل تقديرات كويسة ولا نحضر، يعني ما يبغى يحضر، هو يحضر بس عشان لا يحرم وعشان يحصل الكرتون الشهادة تقول عليه. لكن وش تعلم هذا ليس مهم. يعني الآن باتت المشكلة في الجامعات وفي نظام التعليم كذلك اللي ذكرناه، وهو نظام التلقين. نظام التلقين، نظام السلطة، يعني لاحظ هناك بعض الأساتذة في التعليم العام والتعليم العالي الحقيقة يمارس دور السلطة ومع طلابه الحقيقة، وبالتالي يمثل السلطة المطلقة في المحاضرة والسلطة المطلقة في الفصل الدراسي. وهذا الحقيقة يشعر الطلاب بضعفهم أمام هذا الأستاذ، وعدم حيلتهم أنهم يطرحوا الرأي أو يناقشون أو يتمتعون بهالمحاضرة. جيد، أنا بودي أتوجه لفهد مرة أخرى وهو صاحب التجربة. فهد، هل من مثلا المحاضرين ممن كنت تحضر لديهم محاضراتك في جامعة الملك سعود من كنت ترغب في الحضور لديه يوميا والاستماع إليه وهو يشرح لكم؟ نعم يوجد أساتذة تحضر المحاضرة لأن الدكتور الفلاني هو الذي يعطي هذه المادة، بينما نفس المادة يعطيها دكتور آخر تجد أنه لا يحضر عنده نصف العدد. وسهل جدا أن تجد يعني دكتور المادة يؤثر عليكم بشكل كبير. هل المادة أيضا لها دور؟ يعني لو كانت المادة مثلا عملية وتحتاج إلى مختبرات وتحتاج مثلا إلى حضور تعليمي عملي، لكان يعني ذلك أكثر رغبة من خلالكم بالحضور؟ بالتأكيد نعم. الجانب يعني الآن الجانب المعلوماتي أنا في تصوري حتى انه قد يربط بين الحياه الجامعيه وما بعد الجامعه، انه في الجامعه لا يوجد ربط بين ما يتعلم وبين ما يطبق فيما بعد الجامعه.
يعني وهذا جزء من خذلان المسؤولية يعني الطالب انه يعيش يومه يعني صح التعبير يعني خلينا نخلص الحين الترم هذا وبعد ما يتخرج من الجامعة قد يتفاجأ بأنه يعمل في مجال لا يتوافق مع تخصصه وكونه ما استفاد من الجانب التطبيقي العملي في الجامعة إذا المعلومات لا محل لها من الإعراب. نعم وهذه كلها ربما أسباب تراكمية تطرح علة سبب أو العلة بكثرة الغياب لدى الطلبة، لكن أنا سألتك سؤال في البداية وأود منك الإجابة مرة أخرى، هل تجد نظام الحضور والغياب في الجامعة بناء على ما ذكرت من دوافع تجبركم على الغياب أحيانا هل تجد عادل؟ من أي ناحية عادل؟ يعني نظام الحضور والغياب مثلا بأن 25% لو كانت أكثر من ذلك لحرم الطالب من المادة. إذا كنا ننظر للنظام الذي يجعل أن الطالب يحضر أكثر أوقات المحاضرات أنا أرى أنه عادل، لكن الفكرة هنا في اعتقادي ليست مناقشة النظام أكثر من كونها مناقشة المشكلة نفسها. أنا من وجهة نظري أنه لنجعل النقاش مصبوبا على كيف أننا نحد من الغياب، ليش يعني السؤال بالضبط، وهذا السؤال هو ما يدفع يا فهد لأنه كيف نحد من الغياب. أنا بودي أتجه لكم دكتور مرة أخرى، ما هي الأعذار عادة الرسمية التي تقبل من الطلبة إن غاب عن المحاضرة ربما يعفى مثلا من ذلك الغياب؟ عادة الأعذار اللي تكون موثقة. نعم. قد يكون العذر منطقيا، يقدم الطالب عذر منطقي. نعم. وعقلاني لكن لا يمكن قبوله مع أننا بداخلنا مقتنعين بعذره. والسبب أنه لو فتحت الباب على مصراعي لأي واحد تقبل عذر منطقي وعقلاني كان الطلاب دخلوا معنا باب وكان أعطاك عذره وتقبله منطقي وعقلاني. العذر أوهم شروط أن يكون موثق. نعم. ومن أمثلة التوثيق أن يكون مثلا طالب أحد أفراد أسرته منوه مستشفى ومرافق له، أو وفاة أحد أفراد الأسرة، أو أن يكون يعني لدى الجهات الأمنية في قضية. نعم. أو يكون لدى الجهاز المرورية حادث مروري، منشر سيارة، ازدحام دكتور. نعم. أحيانا يحدث في المدينة طيب بشكل ازدحام يجبر الزحام ما يمكن توثقه. نعم. وبالتالي لا يقبل العذر، يقول لك طالب أنا والله ما صادف زحمة مروري حادث وصارت عمش انضرب عليك كفر في الهاي وأنا ماشي، هذا كله ما يمشي، لا يقبل، مع أنه قد يكون حقيقي على فكرة حتى لو جاب لك صورة يمكن بالجوال لا هذا يعتبر توثيق ربما. بالضبط، أي شيء يمكن توثيقه. نعم. أي شيء ممكن توثيقه. هناك يجب لاحظ شيء يا سيد أنس، العدالة مطلوبة في شيء. نعم. عندما تستثني طالب من حضور فأنت تظلم طالب آخر. طيب الآن لو جاب لك عذر وموثق هذا يستثنى من 25%؟ بالضبط. يعني لا يصبح من 25%؟ إلا إذا وصل الغياب كمجموع. نعم. إلى حد معين. في الحالة ذي لا، في الحالة ذي إذا وصل غيابه بعذر. نعم. بعذر، مجموع غيابه بعذر وبدون عذر كلها تجاوزت 50%. نعم. أو كذا في الحالة ذي ندخل في موضوع آخر ثاني. زين. حتى لو كان بعذر وتجاوزت مثلا رقم معين. بالضبط، وكانت بعذر تجاوزت 25% لا يعطى راسب، إنما قد يطلب من ينسحب المقرر ويعيد تسجيله مرة ثانية في الفصل القادم دون أن يحاسب، دون أن يعطى رسوب في المقرر. نعم. هم تفهموا عذره وتالي ما رسبوه، يعطى كأنه انسحاب، يعطى انسحاب أو بعض الجامعات تعطي غير مكتمل وكأن شيء لم يكن، يجي الفصل الثاني يسجله من جديد ويعفى منه. نعم. لتجد أنه غاب بعذر. من الأعذار دكتور مثلا كما ذكرت أنا في المقدمة، بعض الطلبة يلجأ إلى المستشفيات الخاصة وربما يعني يجلب معه عذر طبي وما أدري هل يكون مرخصا. هذه مشكلة المشاكل المستوصفات الطبية. نعم. فصل الأهلية. نعم. زين، أصبحت الآن مفتوحة لأي طالب يغيب. فللأسف يعني حتى يعني الدولة لاحظت ذلك وقالت لا يمكن نقبل أكثر من يومين، أكثر من يوم في الاسم. فالملاحظ أنه العملية صارت مفتوحة لمن هب ودب من الطلاب، أي واحد طالب يغيب يمر على أقرب مستوصف ويمكن يحصل عليها بسهولة، قد يرسل أي واحد يجيب له تقرير ببعض المستوصفات. والقضية مين فقط المستوصفات يا أخي، في أحيانا حتى بعض الجهات الحكومية الحقيقة للأسف، يعني أنا أذكر أنه في فترة من الزمن جاب لنا طالب عذر الحقيقة. نعم. من جهة حكومية. وتكررت هالأعذار من نفس الجهة، فالحق الأمر لفت نظرنا فكتبنا للجهة أن هذا الرجل جانب هالأعذار من عندكم. نعم. جهة حكومية. جهة حكومية. نعم. صحية الجهة، بلاش ندخل في التفاصيل. صحيح. لكنها جهة حكومية. يعني كتبنا في النهاية عرفنا أن هذا ما هو صحيح، الأعذار دي مين صحيح، كان شخص ما
زين يعني يبدو يعرف هذا الشخص فيسر أموره. فشكرون الجهة هذه إنه يعني وعادوا بكشفكم نعم إن هذا الطالب ما والله ما يعني ما يبدو أنه يحصل عليها بمعرفة. لكن الآن لو جاءكم طالب مثلا من مستشفى أو من مستوصف خاص مثلا وبعذر رسمي تقبلون اليوم واحد يقبل ليقبل يعني. ونحن في الحقيقة نقبل على مضض زين نحن نعرف والفورمة واحدة على فكرة لكن والتشخيص واحد الجميع. من اللوائح التي ذكرت أنت في المجلس العالي للتعليم تقبلونه طبعا نظام طيب أما يوجد مثلا هناك مستشفيات جامعية داخل الجامعة ربما الطالب يستطيع العلاج من خلالها وبالمجان بالضبط لهم يروحون لأقرب مستوصف عندهم والعملية تكلف أكثر من 30 ريال يعني 50 ريال ويحصل على التقرير ليست متعبة ولا يحتاج حتى يكشف ولا يحتاج. طيب لو كان من قبلكم أنتم بالرفض مثلا كهيئة تدريس ترفضون هذه الأعذار الغير رسمية أنا لو بأمر بيدي سيد أنس كان نعم. أصلا غياب كلية ما يعني أنا قاعد أدخل في متاهته. تعرف أن الغياب ذا يستنزف طاقة ووقت جهد الشؤون الطلاب يدخلنا في صداع ويدخل عضو التدريس في صداع والرايح وين وهات عذر يا أخي ما لنا محتاجين هذا أصل الطالب الجامعي غير الجاد سيترك الجامعة يعني غصبا عنه إذا كان معدل التراكمي ضعيف. بعض الأساتذة يحاسب الطالب على الغياب جزء من التقدير اللي يحصل عليه الطالب الدرجة جزء منها داخل غياب الطالب يقول والله نحتسب 10% على غياب الحضور فحسبنا على غياب الحضور المعدل التراكمي يحاسب على غياب الحضور احنا ما نكتفي بهذا. دكتور تؤيد انت مثلا عدم احتساب غياب نهائيا اضع وقتنا واضع جهدنا واضع يعني استنزف ويترك الحبل على الغارب ما هو حبل على الغارب لا يا اخي الطالب يتحمل مسؤوليته نعم. يعني نحن هالسنة يعني الحقيقة عندما نصل لمرحلة أنا أخافت يجي وقت الآن ما يلقى المحاضر ولا طالب مزبوط خلي ما يلقى ولا محاضر بس في النهاية ويحاسب هذا الطالب. هل تعتقد طالب بس الجامعة تختلف على أي مدى يحاسب كيف على الحضور والغياب ما يحاسب بالاختبار نعم. بعد مضي فصلين سيجد نفسه في الشارع الطالب هذا يعني ليه نضيع وقتنا والجاء أصلاً المكان المقعد الجامعي لن يستمر فيه الطالب الجامعي. طيب هناك بعض الأقسام دكتور العملية تحتاج للحضور يعني هو في الأول والأخير هي تصب في مصلحة الطالب. هل حنا يعني نقدر مصلحة الطالب أكثر ما يقدر مصلحتنا؟ هذا طالب ناضج في العشرين من عمر رشد الحقيقة وقادر يصنع قرار. نيجي إحنا نقول تجي بالقوة إذا ما تجي ترى إحنا بنحرمك. شوف هي قضية إنك تتعلم ونتعلم بس تجي بس هذا مو صحيح. طيب جيد أنا سأسأل فهد مرة أخرى. فهد هل تؤيد مثلا عدم احتساب الغياب كما قال الدكتور نهائيا من الجامعة؟ نعم أؤيد إذا فعلت المسؤولية لدى الطالب يعني لأنه في الأخير فهد كيف تفعل المسؤولية لدى الطالب؟ إذا أنت الطالب وما تعرف المسؤولية بنفسك مع نفسك من سيفعلها عندك يعني الأسرة مثلا أم الجهات التعليمية؟ لا المسؤولية أخي يجب أن تفعل من التعليم العام. كيف يعني تفعل كيف تفعل يعني أن يكون هناك دورات في تطوير الذات في الرؤية المستقبلية الناجحة لدى الطالب لأنه إذا كان استطرنا على أننا نخرج من هذا البوتقة الغياب والمتابعات وهذه الأمور بحيث أننا نقول خلاص المسؤولية تقع على عاهل أو عاتق الطالب فقط وهو متحمل مسؤوليته في الأخير المجمل العام سيتضرر لأنه لا يوجد مسؤولية لدى الطلاب وبالتالي لن يحضر أحد فهد فهد لو أنت معي أنا بودي أسألك أنت في أي مستوى الآن أنا ما حسلك في أي قسم لكن في أي مستوى أنا تقريبا الآن في المستوى السادس. طيب وبصراحة لو مثلا كان في محاضر لا يعجبك محاضرته هل ستحضر إن كان هناك شطب لعملية الحضور والغياب وربما هناك بعض الملزمات تجزي وربما هناك بعض مثلا الملفات عبر الإنترنت وعبر المنتديات تستطيع أن تحصل عليها وتدرس المادة بشكل متكامل وتدخل الاختبار وتنجح هل ستحضر المحاضرة إذا لم يكن هناك اشتراط الغياب؟ نعم بصراحة والدكتور لا يشجع نعم أتكلم نعم بصراحة والدكتور لا يشجع كما ذكرت أنت لن تحضر نعم. إذن هذه هي المسؤولية التي تنادي بها يا فهد إحنا سنتابع أعزائي المشاهدين بعد الفاصل خلك معنا يا فهد معنا فاصل أعزائي المشاهدين ثم نعود
حقائق جريئة تلامس حياتك عندما تصبح لغة الأرقام تحاكي واقعك. حقائق أنت بطلها بعادات وسلوكيات لو استمرت قد تؤدي إلى كارثة. حقائق على قناة عالي. موهوبون منذ صغرهم، هوايتهم فن من أرقى الفنون، الريشة صديقة أناملهم، وبها يتبارون في رسم الحروف فيجعلونها أكثر حيوية لتتكلم دون لسان وتصبح في أبهى صورها. خطاطون في رحاب النور على قناة عالي. مرحبا بكم مجددا أعزائي المشاهدين. تشديد الجامعات في غياب الطلاب هو موضوع حلقتنا من استوديو عالي لليوم. أشرف بضيفي الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن سعود العمر، عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود والمستشار في وزارة التعليم العالي. مرحبا بكم. مرحبا دكتور. وكذلك يشرفنا وجود الطالب فهد بن صالح الزهراني، وهو طالب جامعي في جامعة الملك سعود، يشاركنا عبر الاتصال الهاتفي. مرحبا بك يا فهد. طيب دكتور، أنا ربما طرحنا السؤال على فهد عن المسؤولية الذاتية داخل الطالب، كيف يطورها ويسعى لأن يكون مثلا حاضرا برغم شط نظام الحضور والغياب، كيف يطورها؟ هو الطالب فهد قال أنه هذا الأمر يبدأ من التنشئة، من المراحل المبكرة بالتعليم. نعم. من الأسرة أن يتعود الطالب أن يكون معتمدا على نفسه، يتعلم كيف يتعلم، يتعلم باستمرار. فإذا كانت عندها هذه من بداية تنشئته، عندها الإحساس بأن يجب أن يطور نفسه، يجب أن يتعلم كيف يتعلم، يجب أن نعلم كيف يتحمل مسؤولية، كيف يكون أهل المسؤولية، يجب أن لا يرمي مسؤولية على الآخرين، ويجب أن يحاسب نفسه قبل الآخرين. فيه تنشئة، هو يصل إلى الجامعة وعنده نقص كبير في الجانب، وبالتالي شوف الغياب الجماعي اللي يحصل في الجامعة. نعم. تعني أقول لك شيء على فكرة، 25% اللي إحنا قلنا طلبناها في الحضور، إحنا لأننا نعرف إنه ممكن يغيب 25% ويجي وينجح، زين، ويمشي يتوكل على الله. هو غايب ممكن يغيب 50% على فكرة ويجي ويختبر وينجح ويجتاز المقرر. ليه؟ لأن زي ما قلت قبل قليل، تلقيني واختبارات لا تقيس سوى التلقين، وممكن ينجح، ممكن أصلا ما يجي وينجح، عطل الكتاب بالطريقة التدريس اللي يحصل. نعم. في بعض لا عمل ويذاكر ويذاكرها وحتى لو ما حضر. نعم. هو يعرف أنه بينجح أصلا، فإحنا قلنا لازم حتى لو جبت درجة عالية. على فكرة في طلاب دخلوا الاختبار وهم وصلوا درجة الحرمان، وقالوا لهم ادخلوا الاختبار لين ننظر في حرمانكم. نعم. زين، رافع طلب انه عنده مشكله في حساب الغياب، بحسب كويس، فسمح له بدخول الاختبار. والمفاجاه ان الطالب ذا كان احسن الطلاب في الاختبار النهائي. يا سلام. زين، درجات عاليه، درجات افضل الطلاب، لكن لما طلعت النتيجه انه يحرم ولا ما يحرم، يحرم.
فهي القضية مثل ما قلت لك يعني احنا يجب ان نتخلص من القضية. طيب كيف نستطيع ان نتخلص مثلا من قضية الغياب في ظل مثلا دعنا نقول فرضيا شطب نظام الحضور والغياب، هل هناك مثلا الأسرة هي المسؤولة؟ ما هي دور الجهات التعليمية في تفعيل الدور الإيجابي مثلا للجامعة وللمنشأة التعليمية عموما؟ انا اقصد الان في التعليم العالي فضلا عن التعليم العام، ربما حتى في المدارس يعني يفتقد الطالب المتعة اثناء الدراسة. هو يجب أن نفرق بين التعليم العام والتعليم العالي. عندما ينتقل الطالب من التعليم العام إلى التعليم العالي يصبح هو نفسه يتحمل كامل مسؤولية تعليمه. لما كان في التعليم العام كان في آخرين يتحملون عنها المسؤولية، معلميه، أساتذته، أهله، اللي حوله، المجموعة يتحملون جزء منه ويتحمل جزء. لما يأتي للجامعة ينتقل كامل المسؤولية إلى أكتافه هو شخصيا. هو مسؤول عن التعلم، هو يتحمل ما ينتج عن قراراته من نتائج وخيمة. جيد، بس أنتم يعني دكتور أنت ألقيت اللوم وكذلك فهد ربما على الجهات التعليمية في تفعيل النظرة الإيجابية للطالب عن المنشأة التعليمية وعن مستقبله بأنه سيكون متعلما وسيبنى عليه مستقبله بوظيفة أو بشيء معين. كيف تفعل الجهات التعليمية تلك النظرة الإيجابية وأنت مستشار وزارة التعليم العالي؟ أنا لا ألقي اللوم على الطالب، أنا ألقي اللوم على النظام التربوي الأسري اللي في النهاية يعني الأسرة هي المشكلة، الأسري والجهات التعليمية والمدرسة التعليم العام كانوا أنتجوا لنا طالب غير قادر أن يتحمل مسؤوليته، دخل الجامعة وهو لا يتحمل مسؤولية ولا يقدر المسؤولية ولا عنده استعداد أن يبذل الجهد والوقت ليحقق له أهداف، رجل بلا هدف بلا يتحمل. كيف تتوقع أن هذا يعني يتحرك في الجامعة ويتطلب من أن يتحمل مسؤوليته؟ هو يتحمل غير. نحن نجي نقول إذا ما تحضر المحاضرات نسبة معينة ترى سنحرمك. يعني كأننا يعني في مثل يقول تستطيع أن تحضر الحصان إلى الماء لكن لا تستطيع أن تجعل يشرب. إحنا ممكن نجيب المحاضرة تحت تهديد الحرمان يجي لكن ما يتعلم شيء. أنا ما نريد يا الحقيقة. لكن أين دور الجامعات مثلا؟ أين دور اختيار المناهج المناسبة دكتور؟ بالضبط. الجامعة طبعا ما جلست مقرم متفرج من اللي يحصل هذا. الجامعات أنشأت برامج الحقيقة الشاد أكاديمي في الجامعات ونفسي وأنشأت وحدات خاصة للطلاب تقدم لهم الدعم النفسي والأكاديمي عندما يحتاجونه الحقيقة. وهناك اللقاءات مع مسؤولي الجامعة ومع مسؤولي شؤون الطلاب لإيضاح الأمر لهم. هناك فريق الحقيقة أو الفرق الحقيقة تقف مع الطالب لدعمه وتقديم له الدعم النفسي والمعنوي الحقيقة والأكاديمي اللي يجعله يتخطى أي عقبة تواجه. لكن إذا الطالب بالأساس ليس لديه أصلاً يعني الجدية ولا لديه وعنده ثقافة متراخية نتيجة تعليم متراخي فلا تتوقع أن تأتي النتائج هذه بجهود الطالب هذا. يعني نستطيع أن نقول أن هناك ثقافة الإهمال الدراسي لدى طلابنا؟ يا أخي انظر اللي يحصل. الأسبوع اللي راح الإجازة، الأسبوع اللي قبلها إجازة أصلا أعطوهم من الأسبوع، غابوا الأسبوع اللي قبله والله يعلم إذا عودوا بيجوا بحضرهم جايين. لا أكيد هؤلاء الطلاب اللي غابوا الأسبوع شو بيجونا في الجامعة بعد كم يوم؟ سيأتون لنا بعد الجامعة بعد فترة. سيكررون نفس الثقافة ستنتقل للجامعة والمشكلة تستمر. تتفق يا فهد مع الدكتور أن هناك ثقافة الإهمال الدراسي لدى طلابنا والتراخي كما يقول الدكتور؟ نعم أتفق تماما. لكن كان لدي سؤال للدكتور إذا سمحت لي. أسلم. هو أنه أحيانا أتكلم بالتحديد جامعة الملك سعود. نعم. الجدول المحاضرات قد يكون من الإسهامات الكبيرة في موضوع الغياب. يعني مثلا عندما يكون عندي محاضرة الساعة من 10 مثلا أو من 8 إلى 10 صباحا المحاضرة الثانية مثلا من الساعة 3 العصر إلى الساعة 5 الوقت هذا اللي هو من الساعة 10 صباح إلى الساعة 3 العصر يعني بالله غالبا إذا كان بدل ما يكون الطالب ساكن في خارج السكن الجامعي أو عند أهله يكون المحاضرة هذه اللي من الساعة 3 ما يحضرها لما يمدي يطلع يوصل بيت الساعة 12 وحدة ينام راحت عليه المحاضرة. صحيح. هذا جانب من الإهمال. لكن أيضا هل السؤال اللي كنت بطرحه على الدكتور إذا سمحت لي. تفضل. هل هناك نسب في الغياب أو تقرير يبين نسب الغياب بين مثلا جامعة تطبق نظام المحاضرات الجدول المحاضرات والنظام اللي يطبق الدوام العادي مثل كثير من الجامعات مثلا جامعة الإمام وغيرها؟ ما فهمت سؤالك أنا مرة ثانية. الآن مثلا جامعة الإمام نعم أغلب المحاضرات تنتهي الساعة 12 واحدة في الظهر يعني يكون الدوام من الساعة 8 إلى الساعة 12 واحدة الظهر. جيد. في جامعة الملك سعود ممكن بعض المحاضرات ما تخلص الساعة 6 المساء أو بعضها الساعة 8 بالليل. صحيح. وبالتالي
فبالتالي هذا من الاسهامات من 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 الاسباب اللي تجعل الطالب يغيب، لانه انا يومي راح من الساعه 8 الصباح للساعه 8 في الليل وعندي محاضرتين او ثلاث محاضرات. متى طيب. اذاكر متى انام؟ عندي مسؤوليات اجتماعيه، بعض الطلاب لديهم مسؤوليات اسريه حتى. جيد، بس انت يا فهد يمكن ذكرت حتى في بدايه حديثك ذكرت انه طالب هو متفرغ للدراسه، صحيح ولا لا؟ نعم يا سيدي الفاضل الكريم، متفرغ للدراسه ما يعني اني 12 ساعه من يومي موزع على محاضرات وبينها فراغات لا اعلم كيف تستغل، ولا يوجد في الجامعه اي وسيله للاستغلال امثل لهذه الساعات. فهد، من بالعاده ينظم جدول المحاضرات لديكم؟ كيف؟ من المسؤول عن تنظيم جدول المحاضرات عندكم؟ الجامعة هي اللي تنزل الجداول. نفس الجامعة واختيار المواد كذلك نفس الجامعة؟ نعم نفس الجامعة، وإذا يعني إذا عدلوا لك مادة وقتها مثلا أو محاضرة وقتها قد لا يعدلون لأكثر الناس. أنا شخصيا عندي محاضرة يوم السبت مثلا، محاضرة الساعة 8 الصباح والمحاضرة الثانية الساعة 3 العصر. نعم يعني بالله من الساعة 10 صباح إلى الساعة 3 العصر خمس ساعات ما تجد وقت أو ما تجد مكان في الجامعة تجلس فيه. دكتور إيش الإجابة؟ أعتقد أن الأخ فهد فعلا طرق نقطة مهمة جدا. نعم، وأرجو أن مسؤولي التسجيل في الجامعات يستمعون له الآن. الحقيقة هي إشكالية الغياب جزء كبير منها الحقيقة هي في الجدول الدراسي. نعم، الجدول الدراسي لبعض الطلاب الحقيقة يعني مزعج جدا. طالب يحضر في الصباح باكر وعنده محاضرة في منتصف النهار ومحاضرة أخرى في آخر النهار، خصوصا إذا كان يأتي مكان بعيد جدا، بعضهم يأتي خارج مدينة الرياض، فهذا بالله كيف يعني؟ فضروري أن يعاد جدولة الطلاب بحيث نتجنب الفراغات الكبيرة بين الحصص. الشيء الثاني عدم وجود بيئة مشجعة في الجامعة. يعني الطالب اللي عنده فراغ يعني يجب أن يكون هناك مكان جميل ومكان يمارس فيه بعض هواياته، مكان يتناول فيه بعض القهوة وبعض القتو يريح شوي. فضروري وجود هذا البيئة التعليمية المكان يجد فيه متعة شوي بين يكسر يعني الملل. يعني ربما احنا دكتور اكثر الدول او من اكثر الدول التي تنفق على التعليم بالضبط. لكن في بعض المنشآت او المرافق داخل الجامعة نفتقدها، كما ذكرت انت بعض مثلا دعني اقول الترفيه عن الطالب والتخفيف عنه من مثلا زحم المحاضرات. بالضبط، على طالب في الجامعة هو تحت ضغط شديد لا تتخيله، هو المشوار اللي جاء والمحاضر اللي انتظرها والوقت اللي بينتظر بين المحاضرات والرجع البيت والواجبات اللي يكلف بها، فعملية ضغط يحتاج الطالب إلى وقت يتنفس فيه يلتقط أنفاسه. جيد، لابد يعود أكثر نشاط. كيف تحل المشكلة؟ ما هي مقترحاتكم دكتور لحل مشكلة الغياب؟ نعم، مشكلة الغياب أولا أنا اقترحت قبل كذا، أنا كنت أقترح أنه شط بالنظام. نعم، شط بالغياب. أكيد في ناس ما تتفق معي على هذا، أنا أجزم تمام، بل أنه بعض قيادات شؤون التسجيل قد لا يتفقون معي ويتبقى وجهات نظر. نعم، وأنا قد أتراجع عنها الحقيقة عندما أكتشف أن فعلا أنه هناك. لكن دكتور سلبية. هناك بعض الجامعات المتقدمة كما ذكرنا أيضا في المقدمة ممن أيضا لا يعتمدون على نظام الحضور والغياب، وبالذات مثلا بعض الأقسام التعليمية النظرية. يعني كما ذكر فهد أنه هناك بعض المحاضرات فقط مجرد تلقين أصلا في انتساب. نعم، في طلاب ينتسبون. بالضبط، على فكرة مو بس في التعليم العام خارج المملكة. نعم، التعليم العام هو الجامعي، في طلاب في نظام يسمونه هوم سكولينج، يعني تدرس وانت في البيت ما تجي للمدرسة في الثانوية. يا سلام، يقعد في بيتهم ويراجع. طبعا يجون هم يتأكدون ان الأسرة وان هناك ثقافة أسرية جيدة وان ابوه متعلم وهم متعلمة وان عنده مكتبة وعنده مكان مريح، وخلاص يقولون لهم لا تجي المدرسة. تعال في نهاية وهو في الثانوي ما يدرس ابد، يقعد في بيت ويجي يختبر ويجيبون على الدرجات. يعني ممكن الامر يعتمد على جدية الطالب، وهناك 3 ملايين 4 ملايين طالب في الولايات المتحدة يدرسون في بيوتهم ثانوي. لكن أنت ذكرت ربما يعتمد على جدية الطالب. بالضبط، على جدية أسرته وتنشئته. جدي. بالضبط، أما إذا كان متراخي ومتروك من أسرته ونظام تعليمي تلقيني زي ما قلت، هذا النهاية، هذا إحنا المشكلة نناقشها، نحاول نرجع لك شيء من ترجع. طيب أنا بودي أسأل فهد سؤال أخير ونختم معك فهد، كيف ما هي الحلول في وجهة نظرك؟ أولا تعميق المسؤولية الاجتماعية، ممكن أن يشرك يعني أن تكون منظومة متكاملة بين التعليم العام والتعليم العالي، بالإضافة إلى وزارة الشؤون الإسلامية المتمثلة مثلا في المساجد والخطب والأسرة. ثانيا تصحيح الجوانب التنظيمية داخل الجامعة بما يخص تداول الطلاب،
وتكثيف النزول إلى الطلاب، يعني الشؤون الإدارية والتنظيمية والأكاديمية والمستشارين قد لا يعرفون لأنهم قابعين في مكاتبهم، ما ينزل حتى في بداية الترم محاضرة يدخل يقول أنا فلان فلاني إذا احتجت واحدين ثلاثة ترى أنا موجود في المكتب الفلاني ما يحصل. بالإضافة إلى تعميق المسؤولية الاجتماعية لدى الطلاب، أيضا كذلك إيجاد بيئة مناسبة في الجامعة بحيث أنها تكون لا شك والمزيد، وهذا كله ذكرناه. شكرا لك فهد بن صالح الزهراني، وأنت أحد طلاب جامعة الملك سعود، يعطيك العافية. دكتور، إحنا حقيقة ما باقي إلا دقيقتين بنختم حلقتنا، أنا بودي منك كلمة لطلبتكم في الجامعات السعودية، ما هي نصيحتكم حول موضوع الغياب والحضور؟ طبعا نصيحتي بالدرجة الأولى للطلاب أنه يجب أن يعلمون أنه في التعليم الجامعي هم الآن ما يتخذون القرار بأنفسهم، ما في أحد يتخذ القرار نيابة عنهم. نعم. وأي قرار يتخذونه سيترتب عليه أشياء إيجابية أو سلبية. يجب عندما يتخذ القرار، أصلا عندما يقرر الطالب لا يروح محاضرة، طالب قرر ما يروح المحاضرة. نعم. هي لا يتخيل أنه أمر بسيط أني ما أروح محاضرتي وقعد أتناول كوفي في كوفي شوب، لا. هذا أمر يجب أن يعرف يترتب عليه. نعم. يعني قصدي عندما تتخذ قرار خاطب الطالب الجامعي الآن يجب أن تدرك بالضبط وش ممكن يترتب على القرار، لا تأخذ بشكل غير خالي من أي تفكير، فكر وش يترتب على ما قرار. يجب أن تتحمل مسؤولية تعليمك، لن يتحمل أحد عنك قراراتك إلا أنت، فيجب أن تكون في مستوى. يجب أن يعرفون التعليم الجامعي تعليم هو للنخبة مو لأي واحد يدخل. اللي مو اللي ما يستطيع التعليم، إذا عمرك سمعت طالب فصل من الثانوية العامة لأن مستوى رديء ما يمكن يسقعد مدرسة لين يتخرج. الجامعة لا، مجرد ثلاث فصول ما مستوى يتدنى يتوكل على الله يمشي. فيجب أن يعرف أن الجامعة مكان محجوز فقط لمن هو قادر عليه. الطالب اللي يتضح من المؤشرات دراسته إنه غير قادر على التعليم الجامعي، زين هذا ليس له مكان في الجامعة، ويجب أن يعرف هذا الأمر ويحتاط من بدري. جيد، أنا شاكر لك الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن سعود العمر، وأنت عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود، وكذلك المستشار في وزارة التعليم العالي. شكرا جزيلا لك دكتور. شكرا لك. أنتم مشاهدين الأعزاء انقلوا عن الدكتور عبد العزيز قوله بأن اتخاذك قراراتك أيها الطالب الجامعي ستحدد مصيرك. نراكم بإذن الله في مساء الغد في رعاية الله.